متابعينا متابعي طقس العرب في السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي ستكون محاورها كالتالي: حالة من عدم استقرار جوي متوقع على جنوب وجنوب غرب المملكة وحتى المنطقة الوسطى بما فيها العاصمة الرياض يوم الاثنين، سنستعرض تفاصيلها في هذه النشرة. أيضا طقس صيفي اعتيادي ودرجات حرارة حول المعدلات. قبل أن ندخل في تفاصيل نشرتنا لا بأس أن نبدأ بصور أقمار صناعية ملتقطة خلال ساعات صباح اليوم، ولتوضح انتشار لكميات من الغيوم العالية بدون فعالية في المنطقة الجنوبية والجنوبية الغربية، هي ناتجة عن تدفق لكميات من الرطوبة في طبقات الجو العالية، بينما خلت عموم أو باقي المناطق من الغيوم. نذهب الآن إلى هذه الخريطة لتوزيع الأمطار وتوزيع الأماكن والمناطق المتأثرة بالحالة الضعيفة من عدم الاستقرار الجوي يوم الاثنين. يلاحظ أن هناك فرصة لزخات رعدية من الأمطار خفيفة الشدة بالمجمل في جنوب المملكة، تمتد بشكل محدود نحو وسط المملكة، قد تشمل العاصمة الرياض حيث تتكاثر الغيوم المتوسطة والعالية وتعطل زخات خفيفة ومتفرقة وعشوائية من الأمطار في تلك المناطق. أيضا تترافق هذه الغيوم الرعدية بنشاط في سرعة الرياح المثيرة للأتربة والغبار، وبالتالي ينبه من الأتربة المثارة وأيضا الرياح النشطة أثناء هبوب العواصف الرعدية في المنطقة الجنوبية والمنطقة الوسطى من السعودية. بالنسبة للمنطقة الجنوبية الغربية، تستمر الأمطار الموسمية بالهطول، تتكاثر الغيوم الركامية ساعات الظهيرة والعصر وتعطل زخات من الأمطار، أيضا تكون خفيفة الشدة بالمجمل لكن مع بؤر غزيرة. ننتقل الآن إلى توزيع درجات الحرارة السطحية من يوم الأحد إلى يوم الثلاثاء. يلاحظ استمرار واستقرار درجات الحرارة حول المعدلات يعني مثل هذا الوقت من العام، باستثناء المنطقة الشمالية حيث ترتفع قليلا درجات الحرارة لتكون أعلى بقليل من معدلات يعني مثل هذا الوقت من العام. تستمر درجات الحرارة مستقرة على هذه القيم طيلة الأسبوع الحالي بإذن الله. نذهب الآن إلى العاصمة الرياض والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث يسود الطقس صافي مع 27 درجة مئوية. أما بالنسبة للثلاث أيام القادمة يوم الاثنين، كما ذكرنا في هذه النشرة، تتأثر العاصمة الرياض بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، حيث هناك فرصة لهطول زخات رعدية من الأمطار خاصة مع ساعات ما بعد الظهيرة، 41 درجة مئوية، أما الصغرى 28. بالنسبة ليوم الثلاثاء، تستقر الأجواء، طقس صافي 40 درجة مئوية و27 درجة مئوية كحرارة دنيا، نفس الحرارات يوم الأربعاء. بهذا ننهي نشرتنا، إلى اللقاء.